السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم إخوينا حالين، وشهركم مبارك، ونسأل الله أن يرحمنا في هذه الأيام المباركة. سيكون لنا درس حول تجيش النحل واستخدام الربيع الاصطناعي أو الربيع الصناعي. ما هو الربيع الصناعي وكيف نستغله في تجيش النحل المبكر؟ تجيش النحل المبكر من أهم النقاط التي يعمل عليها أخونا النحال. فإذا استطاع أخونا النحال أن يجيش النحل باكرا، يدخل الربيع بنحل قوي، وهنا يكون التجيش المميز والأفضل. فمثلا أنا في منطقتي ما زال الربيع، صحيح نحن في فصل الربيع لكن لا يوجد تزهير، لكن الظروف مناسبة وملائمة. فمثلا درجة الحرارة 32 31 إلى 20 إلى 18 درجة، هذه الصغرى، فهذا الجو مناسب جدا لانطلاقة الملكة في وضع البيض وانطلاق النحل في بناء الشمع. يعني كل الظروف مناسبة جدا لانطلاق النحل وتجيشه. نحن في هذه الأثناء نستغل هذا الظرف الرائع ونقوم بتجيش النحل باكرا، نستغل النحل ونقوم بتربية الملكات باكرا. هنا نحصل على كل ما نريد من الانطلاقة الربيعية المبكرة. سيكون هناك بعض النقاط التي يمكن أن نستغلها وننطلق من الآن. فمثلا نقوم بتقديم التغذية بالمحلول السكري، وهذا متوفر عند الجميع وشيء رائع، فنقوم بتقديم 1:1 أو 1:1.5 من الماء. ثم بعد ذلك نقدم التغذية البروتينية. التغذية البروتينية عبارة عن حبوب اللقاح إذا كانت متوفرة لدى أخونا النحال، أو أننا نقوم بتقديم البدائل. سيسأل سائل ما هي البدائل؟ البدائل مثل فول الصويا منزوع الدسم، البدائل مثل خميرة الخبز، أو ما يستطيع النحال أن يقدمه ويجمع أكثر من مصدر بروتيني حتى يستطيع النحل الانطلاق. وكلما كان التنوع في التغذية البروتينية المقدمة للنحل كانت النتيجة مبهرة. فكما تحدثنا، إذا كان لدى أخونا النحال حبوب اللقاح، هنا يستطيع أن يقوم بعمل عجينة من خلالها تنطلق الملكة في وضع البيض. كيف يقوم بالعجن؟ مثلا البعض هناك يقول 1 من حبوب اللقاح مع 10 أو 7 كيلو من السكر، وهذا مبالغ فيه كثيرا، لكن هي الأفضل والتي تؤتي نتيجة مبهرة جدا، هو أن يقوم أخونا النحال بتقديم كيلو من حبوب اللقاح مع ربع أو نقول مع نصف كيلو من السكر المطحون الناعم وعجنها بالعسل مع تقديم بعض المنكهات. هذه تعتبر العجينة السوبر التي لديها نتيجة مبهرة، ومن خلال التجارب عندي وعند الآخرين. أما بالنسبة للبدائل الأخرى التي هي الخميرة الفورية أو خميرة الخبز، يمكن تقديمها كيلو من الخميرة مع 3 كيلو إلى 4 كيلو من السكر المطحون، ويمكن إضافة الحليب بصراحة مجربة، الحليب الخالي من اللاكتوز، حليب الأطفال 1، وكذلك يمكن تقديم البيض كما وجدت في دراسات عديدة في ألمانيا وأوروبا وبعض الدول الأجنبية، وكذلك يمكن تقديم بعض الفيتامينات مع العجينة البروتينية، وهذا يساعد في توفير الأحماض الأمينية في العجينة، وكذلك يمكن إضافة بعض المنكهات وكذلك فيتامين سي.
هذا دائما ما نعمل عليه بصراحة، لأنه لا تتوفر عندنا حبوب اللقاح فنلجأ إلى البديل ونجد نتائج مبهرة. هنا استطعنا توفير العجينة البروتينية والعجينة أو المحلول السكري، هنا يستطيع النحل الانطلاقة. طيب ما هو الإجراء الثاني؟ الإجراء الثاني أن نقوم بإنزال أساسات شمعية جديدة في حال رأينا أن النحل بدأ بالانطلاق، لكن من شروط الانطلاقة أن يكون النحل مضغوط. يجب أن يكون النحل مضغوط، يعني كل النحل يغطي الإطارات وهناك فائض، هنا يستطيع النحل أن يتفرغ لما بين يديه. فعندما نلاحظ أن الملكة وضعت البيض وبدأ النحل بالانطلاق والحركة، نقوم بإنزال أساسات شمعية. الأساس الشمعي يتم وضعه في الرقم 2 حتى يبدأ النحل بمضغه، ثم يستطيع أخونا النحل إذا لاحظ أن النحل بدأ في البناء وانطلق في البناء حتى وصل إلى 70%، يقوم بدفع الإطار ثم إنزال إطار آخر في الرقم 2. هنا استطاع النحل أن يوجه النحل إلى التجييش. يقوم النحال بتقديم التغذية بالمحلول السكري بين الفترة والأخرى، لا يترك النحل يقوم بالتخزين، لأن التخزين يعيق الملكة من وضع البيض، وهنا أعقنا التجييش وأخرنا التجييش. فيكون النحال ملتزم بمقادير محددة وبكميات محددة، وعليه المراقبة والمتابعة. كذلك على أخونا النحل التركيز على نقطة هامة جدا جدا ودائما ما نركز عليها ونتحدث عنها، وهي التركيز على الملكات الضعيفة أو الخلايا الضعيفة. الخلايا الضعيفة أو الملكات الضعيفة هنا يجب على أخونا النحل أن يتخلص منها ولا تكون عائق أمام الانطلاقة أو أمام أخونا النحال، يا أما بدمج الخلية مع الخلية التي بجوارها ثم دعمها بالتغذيات البروتينية والسكرية والمحلول السكري. فإذا لاحظ أن أخونا النحال انطلاق هذه الخلية، هنا يلجأ إلى التقسيم في نفس المنحل وفي نفس المكان، ثم يعود إلى الخلية السابقة. كذلك تغيير الملكات. تغيير الملكات هنا إذا ركز أخونا النحال على تغيير الملكات، سيكون هناك انطلاقة دائمة في منحله وتجدد مستمر في النحل، وهذا لن يتم إلا من خلال توجه أخونا النحال إلى تربية الملكات باكرا، ويكون لديه نويات صغيرة يستطيع من خلالها حفظ هذه الملكات. فإذا لاحظ قصور من بعض الملكات يلجأ فورا إلى استبدال وتغيير الملكة. يا حبذا لو أخونا النحال يكون مدون مسجل كل المعطيات، معطيات الخلية، المعطيات كاملة في المنحل. وكذلك من النقاط المهمة جدا جدا وفي هذه الفترة بالذات، هو أن يكون هناك توازن في المنحل. توازن في المنحل هذا ينطلق النحل ويتجيش بشكل كبير جدا، هذا يدعم هذا، سواء بالتغذية السكرية أو بحبوب اللقاح أو بالتحضين، وهكذا نعمل توازن داخل المنحل. وهنا يحصل أخونا النحال على انطلاقة رائعة وجميلة جدا من البداية. طبعا من ضمن الأخطاء التي سنتحدث عنها في محاضرة قادمة من أخطاء التجييش، إنزال بعض الإطارات المبنية في فترة الانطلاقة، وهذا خاطئ. ويجب كذلك على أخونا النحال في بداية هذا الانطلاقة أو في هذا الربيع الاصطناعي الذي حددناه أن يكافح الفاروة، هي النقطة المهمة، أن يكافح الفاروة في هذا التوقيت بالذات حتى يكون النحل خالي من الفاروة ويكون منطلق ولا يوجد ما يعيقه في التجييش. كذلك يقوم عند تقديم التغذية السكرية يقدم رافعات المناعة مثل الشيح، الزعتر،
الليمون، فيتامين سي، وهناك أشياء كثيرة تحدثنا عنها في فيديوهات سابقة. لا نطيل عليكم، سيكون لنا لقاء في محاضرة قادمة نتحدث فيها عن أخطاء النحالين أثناء التجيش. معكم المهندس عبد الرحيم الجابري من اليمن.